بالنسبة للقطاع السياحي في جهة قيروان، الحقيقة كانت سنة 2023 سنة مميزة للقطاع السياحي في جهة قيروان. كانت هناك عودة ممتازة للقطاع على مختلف جميع الأصعدة، على مختلف الإيواء السياحي، على مختلف الخدمات، على مختلف الرحلات السياحية الموجهة لجهة قيروان، وزيارة المعالم الأثرية في جهة قيروان تتميز بالسياحة الثقافية. وكانت هناك أيضا ميزة عودة السوق الصينية اللي رجعت على جهة قيروان، وهي مؤشر جيد من شأنه أنه سنة 2024 مش يعطينا دفعة جديدة ويعطينا انطلاقة جديدة. هم هناك العديد من المشاريع اللي تم إنشائها في جهة قيروان ومشاريع بصدد الإنشاء، إن شاء الله معناتها تكمل تاخذ الموافقات نتاعها، خاطر نعرفوا المشاريع السياحية خاصة في مدينة قيروان تخضع لرخص وزارة السياحة، وأيضا هناك رخص جهوية اللي هي معناتها تكون بلدية قيروان يعني عندها دور فعال ومع الوطن الإمارات في إبداء رأيهم في المشاريع السياحية دي. إن شاء الله تكون سنة 2024 نشهد معناتها تدشين بعض المشاريع السياحية في مدينة قيروان. سمو رد شوية أرقام على مستوى 2023، عدد الأسرة، عدد الليالي الوافدين. بالنسبة لعدد الأسرة، عنا تقريبا معناتها سنة 2023 عنا 774 سرير يعني في المؤسسات المصنفة. بالنسبة لعدد الوافدين، شهدت جهة قيروان يعني زيادة في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2018 بنسبة معناتها تقريبا 30% على مستوى عدد الوافدين و 35% على مستوى الليالي المقرات. Thank you.